طيب اذا هاي نوع ثاني من الجير بامب، هذوك كانوا اكسترنال لانه الجير والجير عاملين مشي من برا على بعض، هون كانه في عندي جير داخل الجير. رح تشوف اصلا عدد الاسنان المفروض يكون مختلف بتويد الداخلي والخارجي. خلينا عندكم نشوف، عندي هون 2 4 6 8 9 في حين الخارجيين عندي 2 4 6 8 10 11 مضبوط 11 و9. عندي مره ثانيه نبدا من هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في حين هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. اذا 11 خارجي و9 داخلي، فهذا بصير يتحرك داخل بعض، يعني هذول كانوا تو جيرز عم بيعملوا مشينج بالنسبه لبعض، هذول عم بيعملوا مشينج داخل بعض، فبحشر نفس الشيء بسبب حركه هذا داخل، يعني بصير السن هذا هلا هذا رح يتحرك هيك هون، رح يدخل هذا هون، رح يتحرك هذا هون وهذا هون، فهذا بصير يتحرك في داخل، رغم انه بلف بهذا الشكل رح يصير يتحرك داخل الخارجي، فنفس الشيء بحشر كميه معينه من الفلويد وبعملها ديسبيسمنت. وإذا بدي أحسب هذه الكمية لازم أطلع نفس الشيء أصلا على هدول مساحة هدول وأضربها في L بهذه الطريقة، فبصير يعمل إذا هذا النوعين الأولينات external pump gear pump أو internal gear pump. اللوب هي هون هي مبينة هي الجير بامب، شايفين هذا السن بيعمل مشي مع هذا السن، هذا السن عمل مشي مع هذا السن، رح يتحركوا في مسافه كافيه بحيث انه يتحرك في داخله، بصير يتحرك بداخله فبيعمل ديسبيسمنت لكميه معينه بالفلويد. نعم الجير اللي برا ما بيتحرك صح؟ بس اللي جوا مش انه الخارجي بيتحرك بيتحرك يمكن هاي كانه دريفن من هون هذا، فانه كان في كيل بس لاحظوا هذا كيل رح يتغير مكانه. وفي سير كمان بالمول نعمل ديجيتال كنترول، بعدين عندي هون جير بس انترنال جير ودي سبيسز كريسنس. يمكن السن ثابته وبنحشر الفلويد تحت المكان اللي فيه السن هذا عشان سو سؤال انه الجير الخارجي لا يمكن ما بلف بتحرك لا يمكن المفروض تظل السير ثابته وبنحشر الفلويد دائما بنفس المكان. هو بنحشر هو بنحشر بينهم الاثنين، بس اذا واحد منهم بلف انا بتوقع انه ثابت، بس خلينا نتاكد منها. هاي هون هاي نفسها هاي اللوبز. اللوب كمان نوع من انواع الجير بامبس. هلا ميزه اللوبز انه ما في حاجه انه يعملوا مشي انه يضرب هذا في هذا، ممكن يصير في ليكويد كافي بينهم بحيث انهم يتحركوا بدون ما يضربوا بعض. لوب جاي من كلمه شحمه الاذن بنسميها لوب، هاي المنطقه بنسميها لوب، هذا الشكل باللغه بنسميه لوب. فهدول لوبس بنفس الطريقه، هلا هدول راح يتحركوا راح يصير عندي بهذا الشكل، هذا راح يحشر كميه معينه من الفلويد هون هيها، وهذا راح يحشر كميه من الفلويد هون، وهم بيتحركوا اصلا في فيز شيفت بينهم مش هيك؟ شايفين لما هذا هون ولسه ما حشر كميه، هذا في نص الهاي، فكانه في بينهم فيز شيفت. فيس شيفت كانه كم درجه؟ 60 درجه نص 60 اظن في شيفت فيس شيفت بينهم 30 درجه بين هذا وهذا. فبصير عندي الفلويد يتحرك هيك والفلويد يتحرك هيك، وبعدين هدول هون بيرجعش فلويد لانه ما في شيء ينحشر هون. فنفس الشيء يتحرك عندنا بهذا الشكل فبصير اوتلت. هذا كمان نوع من انواع الجير بامبس. هلا ميزته انه فيش عندي عاده فريكشن ما بين اللوب واللوب، فهذا ميزته افضل من الجير بامب. وعاده كجير بامب من اكثر الجير بامبس اللي ممكن تنقل فلويد كميه فلويد هي اللوب بامب. هاي كمان مثال على الانترنال جير بس شكلها مختلف هون، هون عندي 6 1 2 3 4 5 6 هاي الكي اللي بعملها درايفنج، والخارجي اظن 7 1 2 3 4 5 6 7 ففي فرق واحد ما بالحاله هاي بين الجير الداخلي والجير الخارجي. هاي ترجع مثال على الانترنال جير بامب. بعدين اذا طلعنا هون عندنا هاد مثال على هاي نفس الفكره هون، هي اذا بتطلع هاي الجير الداخلي هاي الجير
التخدير الخارجي. نعم بحشو كمية معينة من الفلويد. هاي الكي اللي بعمل درايفين. هاي النوع الرابع من الجير بامبس اللي هو سكرو. وفكرة السكرو بامب انه بحشر كمية من الفلويد نفس الاشي وعمارة بحركها الى الامام، لكن هذا مش سكرو واحد. سكرو بعمل درايفنج لتو ايدلينج سكروز. انا اشوف الاسماء هون عندي ميكانيكال سيل بالانس بيستون. هاي ايدلر. ايدلر ايش يعني تو ايدل؟ لما نقول واحد ايدل ما بيعمل اي شيء. فهو مش دريف مش هو دريفن باي هذا السكرو. بس مين الدرايفنج فورس جاي؟ على السكرو الرئيسي. فالسكرو الرئيسي بنسويه باور رول. هذا السكرو الرئيسي اللي هون، والسكرو الرئيسي عم بعمل درايفنج لتو اذر سكروز، هذول ايدلر سكروز، في واحد هون وواحد هون. وعندي هون الانلت، هي الانلت اللي بدخل منها بدخل الفلويد، بتحرك هيك الفلويد وبعدين بتطلع من هون، السكرو الداخلي بتحرك باتجاه وهذول الاثنين بتحرك باتجاه معاكس. هاي نوع من نوع كمان من الجير بامب اللي هي النوع الرابع.